النهارده يا شباب ان شاء الله هنتكلم عن الديفلوبمنت اوف نيرفس سيستم. زي ما انتم عارفين احنا قاسمين الموضوع على محاضرتين، في ساعه النهارده ان شاء الله وساعه يوم الخميس الجاي ان شاء الله. فنبدا بقى الريكوردنج، ستارت ريكوردنج. طيب بصوا يا جماعه، اول كلمه لينا هنتكلم عن الديفلوبمنت اوف نيرفس سيستم، هو بيبدا امتى؟ نيرفس سيستم بيبتدي الديفلوبمنت بتاعه في الاسبوع الثالث، في الثيرد ويك، بعد ما يبقى عندي ترايلامينر امبريونيك ديسك. لو انتوا فاكرين ترايلامينر امبريونيك ديسك كان ثلاث طبقات، بصوا كده معايا في الصوره دي، اللي هم كانوا الاكتوديرم والاندوديرم، وفي النص ما بينهم في الميزوديرم. طيب احنا تركيزنا النهارده مينلي هيبقى على الطبقه اللي فوق دي، اللي هي طبقه الاكتوديرم. تمام، يبقى النيرفس سيستم بيبتدي الديفلوبمنت بتاعه في الاسبوع الثالث. اقروا كده معايا، ذا هول نيرفس سيستم از derived فروم اكتوديرم. كل النيرفس سيستم عندي بيطلع من الاكتوديرم اكسبت. في حاجات بسيطه جدا من النيرفس سيستم مش بتطلع من الاكتوديرم، امال بتطلع منين؟ تطلع من الميزوديرم. طيب ايه اللي بيطلع من الميزوديرم؟ هم حاجتين، في خلايا اسمها مايكروجلايا، دي بتطلع من الميزوديرم، وفي اللي هي المننجيز. لو انتوا فاكرين المننجيز اللي هي البايا والديورا والاراكينويد، الديورا بس هي اللي بتطلع من الميزوديرم، باقي الحاجات بتطلع من الايتوديرم. يبقى كل النيرفس سيستم بيبتدي الديفلوبمنت بتاعه الاسبوع الثالث، كله بيطلع من الاكتوديرم اكسبت مايكرو ماتر، دول بيبقوا ميزوديرمال ان اوريجين. جميل. طب هل النيرفس سيستم اللي بيطلع من الاكتوديرم ده بيطلع من اي منطقه في الاكتوديرم؟ لا، بيطلع من منطقه معينه في الاكتوديرم اسمها نيورو اكتوديرم. نيورو اكتوديرم ايه بقى النيورو اكتوديرم ده؟ نرجع تاني للصوره دي، لو تلاحظوا كده اهوت اللي هي اللاير دي، في المنطقة اللي في النص هتلاحظوا ان هي مور ثيك، مور ثيك، تخينة اكتر، بينما الحواف اللي هنا الجزء ده مثلا والجزء ده من الاكتوديرم بيبقوا ثين. فالمنطقة الثيك اللي في النص دي هي اللي احنا بنسميها النيورو اكتوديرم. يبقى النيورو اكتوديرم ده اللي بيطلع النيرفس سيستم. امال باقي الاجزاء اللي هي ثين اللي على الحواف دي اسمها ايه؟ اسمها سيرفيس اكتوديرم. طب السيرفيس اكتوديرم ده اللي بيعمل ايه؟ بيعمل الابيديرمس اوف ذا سكين. يبقى النيرفس سيستم بيطلع من المنطقه السميكه اللي اسمها نيورو اكتوديرم. طيب لو نقلنا من الصوره دي للصوره دي، ايه اللي قدامي في الصوره دي؟ اللي انا بشاور عليه دوت هو الاكتوديرم لوحده، دي اللاير بتاعه الاكتوديرم بكل الالوان اللي فيها دي. يعني اكن اللي انا بشاور عليه ده هو الطبقه دي. طبعا تحتيها المفروض هنا في ميزوديرم، وتحت الميزوديرم اندوديرم. يعني انتوا فاهمين خلاص ان الصوره دي تحت دي هيبقى في المنطقه اللي على الحواف اللي باللون الازرق دي، هي دي المنطقه السن اللي انا شاورت عليها هنا وهنا، يبقى هي دي اللي اسمها ايه؟ سيرفيس اكتوديرم، المنطقه الزرقاء دي. بينما المنطقه اللي في النص بباقي الالوان اللي هو الاحمر الغامق والاحمر الفاتح دوت او الوردي ده، هي دي اللي اسمها نيورو اكتوديرم. تمام؟ طيب بيقول لي بعد كده ايه؟ نرجع تاني للكلام اللي مكتوب هنا. بيقول لي النيورو اكتوديرم انكلود 3 elements، في ثلاث اجزاء في النيورو اكتوديرم. يعني النيورو اكتوديرم دوت في منه ثلاث اجزاء. في جزء بسميه نيورال بليت، في جزء بسميه نيورال كريست، وفي جزء بسميه اكتوديرمال بلاكودز. اكتوديرمال بلاكودز. طيب فين هنا الاكتوديرمال بلاكودز في الصوره اللي انا بشاور عليها دي؟ مش باينه. فمعلش كده السطر الاخير دوت، يعني ايه؟ خدوه كمعلومه كده دوت من غير ما نشوف الصور بتاعته، وتاخدوا الاكتوديرمال بلاكودز دي لوحدها. طب الاكتوديرمال بلاكودز اللي هي جزء من النيورو اكتوديرم مش باين في الصوره، بتطلع ايه؟ بتطلع الاي لينس وبتطلع الانر اير. يبقى دي اجزاء من النيرفس سيستم بتطلع من النيورو اكتوديرم، بس بتطلع من حاجه اسمها اكتوديرمال بلاكودز. بس دي معلومه كده ايه، ناخدها دلوقتي، ويعني ايه، خلوها للمستقبل، هتعرفوا الديفلوبمنت بتاع الاي والاير بيحصل ازاي
تبقوا تفهموا ساعتها يعني ايه اكتوديرمال بلاكودز. احنا تركزنا النهارده في النيورال بليت والنيورال كريست. ايه بقى نيورال بليت وايه نيورال كريست دي؟ نرجع للصوره دي، بص كده الخطوات، نمشي من هنا، ادي رقم واحد، ادي رقم اتنين، ادي رقم تلاته. اللي بيحصل ايه دلوقتي بالترتيب كده؟ اول حاجه بعد ما بقى عندي نيورو اكتوديرم اللي هو اللون الاحمر ده بدرجاته، هيبتدي يحصل ايه؟ هيبتدي يتني الاكتوديرم، يعني الاكتوديرم اللي في المنطقه اللي في النص اللي هو المنطقه الورد ديت هتبتدي تتني على نفسها. المنطقه اللي بتتني على نفسها دي هي اللي بنسميها النيورال بليت، اللي انا مشاور عليه هنا في الايه في الكتابه. يبقى النيورال بليت هي المنطقه اللي بتتني دي. بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هيبتدي الثانيه دي تزيد اكتر واكتر لغايه اما الجزء الورد دوت ينزل لتحت وينفصل عن السطح لوحده ويعمل لي انبوبه مقفوله. الانبوبه المقفوله دي اسمها نيورال تيوب. والحواف اللي باللون الاحمر دي اللي هي الحافه الحمراء اللي هنا والحافه الحمراء اللي هنا هيبتدوا يتقابلوا مع بعض هما الاثنين عشان يقفلوا لي الانبوبه دي تحت السطح كده. وبعد شويه الحواف اللي هي باللون الاحمر دي بعد ما الانبوبه تتقفل هتختفي. يبقى انا كان عندي هنا اهوت المنطقه دي اسمها سيرفيس اكتوديرم. السيرفيس اكتوديرم المنطقه دي على بعضها ممكن اسميها نيورال بليت. النيورال بليت هيبتدي يتني لغايه اما يعمل لي انبوبه تنفصل عن السطح اسمها نيورال تيوب. النيورال تيوب ديت خدوا بالكم وهي نازله كده منفصله هينفصل على جنبها بعض الخلايا من على السطح، اللي هي الخلايا اللي انا بشاور عليها دي، خلايا الناحيه دي وخلايا الناحيه الثانيه. الخلايا دي بسميها نيورال كريست. انا دلوقتي كان عندي سيرفيس اكتوديرم ونيورو اكتوديرم. نيورو اكتوديرم سميته نيورال بليت. نيورال بليت انفصل عن السطح وعمل لي نيورال تيوب، وعلى جناب النيورال تيوب بقى عندي نيورال كريست. طيب اسالكم بقى سؤال، لو الكلام ده مفهوم، الجزء اللي بالازرق دوت من الاكتوديرم كان اسمه ايه؟ سيرفيس اكتوديرم. سيرفيس اكتوديرم. يبقى بعد ما حصل الثانيه دي بالكامل وفصلت الانبوبه، يبقى معنى كده ان النيورو اكتوديرم كله بقى تحت السطح، نزل تحت السطح، وفضل السيرفيس اكتوديرم هو اللي على السطح مغطي الجسم من بره. والسيرفيس اكتوديرم ده زي ما اتفقنا هو اللي هيديني بعد كده ايه؟ ابيديرمس اوف ذا سكين. يبقى بقى السكين مغطي الجنين من بره، بينما الانبوبه اللي هتعمل نيرفس سيستم بقت موجوده جوه الجنين. طب انا لسه قايل لكم من شويه ده الاكتوديرم وتحتيه الميزوديرم اهو، يعني الميزوديرم في الفراغ اللي في المنطقه دي. يبقى معنى كده ان النيورال تيوب دلوقتي بقت محشوره فين؟ يعني هيبقى على شمال هنا. مين اللي على جناب النيورال تيوب؟ يعني طبقه ميزوديرم. ميزوديرم. تمام تمام. طيب نرجع بقى نقرا الكلام اللي هنا. فاحنا بنقول النيورو اكتوديرم التخين دوت بيبقى فيه 3 اليمنتس. الثري اليمنتس فيهم الاكتوديرمال بلاكوز بتدي الاي لينس والانر اير، النيورال بليت اللي تحول هنا لنيورال تيوب، وبعد كده بقى عندي نيورال كريست اللي هي الخلايا دي. طيب النيورال بليت دوت هيديني ايه؟ اللي هي النيورال تيوب بعد ما تحول لنيورال تيوب هيديني كل السنترال نيرفس سيستم، يعني كل اجزاء السنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين والسباينال كورد هيطلعوا من النيورال تيوب دي، وفي اجزاء كمان من البريفرال نيرفس سيستم هتطلع من النيورال تيوب. ايه هي الاجزاء اللي هتطلع منه من النيورال تيوب؟ هيطلع كل الموتور نيرفز، كل الاعصاب الموتور هتطلع من النيورال تيوب مش السنسوري. طب انا الاعصاب عندي يا اما موتور يا اما سنسوري يا اما اوتونوميك. طيب انا دلوقتي قلت الموتور بتطلع من النيورال تيوب، السنسوري مش بتطلع من النيورال تيوب، طب الاوتونوميك سواء سمباثيك او برا سمباثيك؟ الاوتونوميك زي ما انتم عارفين فيها بري جانجليونيك فايبرز وبوست جانجليونيك فايبرز. البري جانجليونيك فايبرز الاوتونوميك هي اللي بتطلع من النيورال تيوب، بينما البوست جانجليونيك اوتونوميك نيرفز بتطلع من النيورال كريست، يعني بتطلع من الخلايا اللي على جنب دي. بس يبقى دي اجزاء النيرفس سيستم اللي بتطلع من النيورال بليت، باقي اجزاء النيرفس سيستم اللي فاضله هتطلع منين؟ هتطلع من النيورال كريست. وطبعا الاستثناء اللي احنا قلناه في الاول ان المايكروجلايا والديورا ماتر طالعين من الايه؟ من الميزوديرم. تمام؟ طيب سهل الكلام لغايه دلوقتي؟ دي مقدمه كده عشان نبقى واخدين فكره عامه
عن ايه؟ عن الديفلوبمنت. طيب تعالى لي بقى هنا اهوت في ايه، في مجموعه الصور دي هبتدي ازاي؟ هبتدي من هنا وامشي كده وانزل كده 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 واوصل هنا، والصوره دي هتساعدني شويه. دي مالكوش دعوه بيها، الصوره دي مالكوش دعوه بيها. يبقى انا التسلسل هبدا من هنا لهنا 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 لهنا، ودي هتبقى مساعده معايا. طيب ابدا من هنا زي ما اتفقنا، ادي الثري لايرز، ادي الاكتوديرم باللون الازرق، ادي الميزوديرم باللون الاحمر، ادي الاندوديرم باللون الابيض. طيب مين الكافيتي اللي فوق ده؟ حد فاكر الكافيتي اللي فوق الاكتوديرم كان اسمه ايه؟ الكافيتي اللي هنا امنيوتيك كافيتي، ده الامنيوتيك ساك او الامنيوتيك كافيتي. طب الكافيتي اللي تحت باللون الاصفر ده كان اسمه ايه؟ يوك ساك. كان اسمه يوك ساك، تمام. طيب تعالوا لي هنا اهوت في الميزوديرم، بصوا كده اهوت في الميد لاين كده في الميزوديرم، لقيت فيه دايره. الدايره دي لو انتوا فاكرين كان اسمها نوتو كورد. حد فاكرها دي؟ نوتو كورد، تمام. طيب لو انتوا مش متخيلين قوي النوتو كورد او ناسيين المنطقه ديت، ها بصوا لي على الصوره دي. ايه الصوره دي؟ الصوره دي اكني باصص على نفس ديت بس من فوق. يعني ايه توب فيو؟ يعني انا باصص من فوق هنا اهو من الناحيه الزرقاء دي، يعني انا باصص على الامنيوتيك كافيتي وشايف في الارضيه بتاعته الاكتوديرم الازرق. مفهوم؟ واصله ولا فيها مشكله دي؟ انا باصص هنا في الصوره دي من فوق، ده الامنيوتيك كافيتي مفتوح، واللي انا شايفه باللون الازرق ده كله ايه؟ ده الاكتوديرم ده. يا شباب واصله؟ ايوه وصلت يا دكتور. طيب بصوا بقى، لما بص هنا اهوت شفت ايه؟ شفت هنا اهوت دي المنطقه اللي هتكون بعد كده راس الجنين، المنطقه اللي هي ناحيه الراس اللي هي الهيد فولد، ودي المنطقه اللي ناحيه رجل الجنين كنا بنسميها تيل فولد، تمام؟ طيب ولقيت هنا اهوت لو انتوا فاكرين ناحيه الراس كان في ممبرين اللي هو الدايره الصغيره دي، ده كان اسمه باكو فارينجيال ممبرين، باكو فارينجيال ممبرين. واحنا اتفقنا الازرق دوت هو الاكتوديرم، يبقى الاحمر اللي تحته ده الميزوديرم مش هيبان من الفيو ده، لكن انا رسمت هنا اهوت حاجه موجوده في قلب اللون الاحمر اللي هي الانبوبه دي، الانبوبه المنقطه دي، يعني موجوده تحت الاكتوديرم. الانبوبه دي اللي انا كنت سميتها قبل كده ايه؟ نوتو كورد. انا عايز دلوقتي اوصل للنقطه دي. انتوا فاكرين كلمه نوتو كورد دي؟ فاكرين النوتو كورد؟ ايوه. طيب تمام. طب احنا اتفقنا ان احنا هنبتدي دلوقتي الديفلوبمنت اوف نيرفس سيستم. مين اللي بيحفز الديفلوبمنت اوف نيرفس سيستم؟ مين اللي بيخلي النيرفس سيستم يبتدي يتكون؟ هو ده النوتو كورد ده. يبقى النوتو كورد ده اللي باين هنا في المقطع قدامي هنا اهوت، هو ده اللي هيبتدي يعمل ايه؟ يعمل اندكشن للديفلوبمنت اوف نيرفس سيستم عن طريق انه يحفز الاكتوديرم اللي فوقيه. طيب جميل. النوتوكورد دوت هينشط اني منطقه من الاكتوديرم علشان يحصل فيها ديفلوبمنت للنيرفس سيستم؟ هينشط اللي محطوط حواليها دايره منقطه، يبقى اكن المنطقه اللي انا بشاور عليها دي شكل البيضاوي ده هو ده المنطقه اللي هيتكون فيها النيرفس سيستم. طب احنا اتفقنا من شويه في السلايد اللي قبليها ان كل ده على بعضه اسمه سيرفيس اكتوديرم، بس مجرد ما يبتدي النوتوكورد ينشط المنطقه ديت، هي دي بقى اللي اسمها ايه دلوقتي؟ نيورو اكتوديرم. زي ما انتوا شفتوا هنا اهوت في الصوره ديت اهو، دي هتفضل رفيعه، الحواف دي الجناب دي هتفضل رفيعه سيرفيس اكتوديرم، لكن المنطقه اللي انا بشاور عليها دي هي اللي هتبتدي تتخن بالمنظر ده عشان تديني النيورو اكتوديرم. تمام؟ في حاجه صعبه لغايه دلوقتي؟ طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ اللي هيحصل انقل بقى من الصوره ديت على الصوره اللي تحتيها دي، يعني هنقل من هنا لهنا. ادي الاكتوديرم، الاصفر ده الاندوديرم، الاحمر ده الميزوديرم، الانبوبه اللي انا ايه واخد مقطع فيها دي هي النوتو كورد اللي عمل تحفيز للاكتوديرم هنا هو وتخن المنطقه دي، يبقى المنطقه ديت هي الايه؟ هي النيورو اكتوديرم. المنطقه اللي تخنت دي يا شباب هسميها نيورال بليت، يعني نيورو اكتوديرم في المرحلة دي لما يتخن كده هيبقى اسمه نيورال بليت. تمام؟ بص بقى النيورال بليت هيحصل فيه ايه؟ هيبتدي المنطقة اللي في الميد لاين فوق النوتو كورد على طول
كورد دوت عباره عن ايه؟ انبوبه طويله. يبقى المنطقه بتاعه الايرم اللي فوق النوتو كورد اللي هي هتبقى ماشيه بالطول هنا اهوت في المنطقه دي هتبتدي تدخل لجوه زي ما شرحنا في الصوره دي من شويه، تبتدي تعمل تجويف كده داخل لجوه فوق النوتو كورد. التجويف ده هسميه نيورال جروف، نيورال جروف. بينما اهلا دكتور، تمام دلوقتي؟ معلش انا اسف. ايوه وقفنا عند النيورال جروف دكتور. سمعنا لغايه اما بقى ايه التجويف اللي في النص ده اللي ماشي فوق مستوى النوتو كورد اسمه نيورال جروف، والحواف بتاعته المرفوعه دي تجويف في النص اسمهم نيورال فولد. تمام؟ طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ انزل على الصوره دي، يبتدي النيورال جروف دوت التجويف ده ينزل لتحت اكتر زي ما شرحنا في الصوره دي، فيبتدي ياخد شكل انبوبه، بس الانبوبه دي لسه ما اتقفلتش فما زال في المرحله دي برضو اسمه نيورال جروف، والحواف دي اسمها نيورال فولد. طيب بعد كده ده بقى ننقل للصوره دي، الحافتين دول هيلحموا في بعض، الانبوبه دي النيورال جروف هتنفصل عن السيرفس وتبقى انبوبه مقفوله، الانبوبه المقفوله دي هيبقى اسمها نيورال تيوب، انبوبه كامله. السيرفس اكتوديرم على الناحيتين هيبتدي يلحم في بعضه ويبقى سيرفس اكتوديرم لوحده يعمل لي ابيديرمس اوف ذا سكن، بعض الخلايا اللي انفصلت من هنا اهوت نزلت كده فوق النيورال تيوب على الجناب هنا وهنا اسمها نيورال كريست. يعني نفس اللي قلناه في الصوره دي بنعيده مره ثانيه بس بصوره اوضح شويه. طيب مين ده بقى بعد ما فصلت النيورال تيوب بالكامل؟ مين النقطه اللي تحتيه دي؟ نوتو كورد. ما زال زي ما هو النوتو كورد اللي كان موجود هنا اهو. طيب المفروض يا جماعه ان النيورال تيوب دي زي ما اتفقنا هتعمل لي، احنا دلوقتي بنتكلم عن الديفلوبمنت اوف سباينال كورد، واحنا اتفقنا ان النيورال تيوب بتدي كل السنترال نيرفس سيستم، يعني هتدي للسباينال كورد. طب السباينال كورد ده مفترض ان هو يبقى متحوط بايه؟ متحوط بالفرتبرا، يعني العظم بتاع الفرتبرا بيحوطه عشان يحميه. النوتو كورد دوت مع الميزوديرم اللي على الجناب ده هيكونوا مع بعض هنا هوت الفرتبرا علشان تحوط السباينال كورد. يبقى انا كده ماشي صح فعلا، سباينال كورد هيتكون من النيورال تيوب هيتحوط بالايه؟ بالفرتبرا اللي جايه من الميزوديرم والنوتو كورد. تمام لغايه دلوقتي في حاجه صعبه؟ واضح. الميزوديرم دكتور اللي طلع لنا الفرتبرا هو الباراكسيال. تمام تمام. ها بص بقى معايا في النقطه الجايه، انا عايزك تتخيل النيورال تيوب دي هتبقى موجوده فين، يعني ارجع تاني للصوره دي معلش. النيورال تيوب دي هتبقى موجوده هنا فوق مستوى النوتو كورد، احنا اتفقنا الصوره دي اللي انت شايفه كده منقط ده النوتو كورد صح ولا لا؟ لو انا وصلت للمرحله ديت تفتكر انا هبقى شايف ايه دلوقتي في الصوره مكان اللي انا شايفه؟ هبقى شايف ده كله بقى هيرجع سيرفس اكتوديرم تاني، وهيبقى في انبوبه تانيه زي ديت اسمها نيورال تيوب تحت الاكتوديرم صح ولا لا؟ صح. طيب يعني انا لو وصلت للمرحله دي وبصيت على الفيو ده تاني اللي تحت الاكتوديرم على طول هيبقى النيورال تيوب ولا النوتو كورد؟ النيورال تيوب. النيورال تيوب والنوتو كورد هيبقى مستخبي تحتيها. جميل. طيب لغايه دلوقتي مفيش مشكله. طيب هاتوا السلايد اللي بعديها. نقرا بقى الكلمتين دول، بيقول لي at third week بيحصل median thickening in the ectoderm اللي هو النيورو ectoderm، وبعد كده بيعمل حاجه اسمها نيورال بليت. النيورال بليت بيتحول لنيورال جروف اند نيورال فولد. تمام؟ بعد كده هوت ها النيورال جروف بيحصل فيوجن اوف نيورال فولدز فبتتكون نيورال تيوب. بصوا بقى انا عندي مشكله مع الصوره دي، الصوره دي منتشره في الكتب بس بحس ان انتوا الفيو ده ما تقدروش تفهموه في الصور، يعني ده محتاج انك تمسك بلاستيك موديل او يبقى الدكتور واقف قدامك وهو بيشرح عشان يوصل لك المعلومه. فانا رسمت صوره يعني اقرب شويه للي انا عايز اوصله اللي هي الصوره دي. بص معايا بقى، أنا أكني باصص من هنا من فوق، ده كده الأمنيوتيك كافيتي. مين اللي قدامي باللون الأزرق دوت؟ يبقى ده الإكتوديرم. يبقى الإكتوديرم هيبقى تحتيه في إيه؟ ميزوديرم مش باين في الصورة وإندوديرم مش باين في الصورة. تمام؟ تخيل معايا كده إن الناحية دي هي الناحية اللي هيتكون فيها الرأس،
ودي الناحية اللي هيتكون فيها الديل. بص بقى ايه الخط الاخضر دوت، انا قلت لك الازرق ده كله اكتوديرم، انا الصورة الامامي ده كله سيرفس اكتوديرم، يبقى اكني عملت ايه مكان الخط ده، ده اثار ايه، ده بقايا ايه، بقايا ما عملت نيورال جروف، والنيورال جروف نزل لتحت وتحول لأنبوبة تحت الاكتوديرم اسمها ايه، اسمها نيورال تيوب، ورجعت الحواف لحمت مع بعض تاني وقفلت عشان يبقى عندي مين ده كله على بعضه الازرق ده سيرفس اكتوديرم. يبقى أكن الأنبوبة الملونة دي المظللة دي اللي تحت الإكتوديرم المفروض في الفيديو ده أنت مش شايفها، أنا مظللها لك إن هي مستخبية تحت اللون الأزرق. يبقى مين الأنبوبة دي يا شباب؟ مين الأنبوبة دي؟ نيورال تيوب. نيورال تيوب. بص بقى النيورال تيوب بعد ما تنزل تحت كده هتفضل متصلة بالسطح من قدام بفتحة ومن وراء بفتحة، ناحية الراس هيفضل في فتحة موصلاها للسيرفس، وناحية الديل هيفضل في فتحة موصلها بالسيرفس اكتوديرم. تمام؟ طيب الفتحة دي اسمها ايه؟ بما ان دي ناحية الراس يعني قدام فسميها انتيريور، الفتحة دي انتيريور والفتحة دي اسمها بوستيريور، وكل فتحة من دول اسمها نيورو بور. نيورو بور. يبقى الفتحة دي اسمها انتيريور نيورو بور، والفتحة دي اسمها بوستيريور نيورو بور. طيب بعد شوية إيه اللي هيحصل؟ بعد شوية الأنبوبة دي اللي هي النيورال تيوب بدل ما هي مفتوحة كده وقت على برة هتنفصل من المنطقة دي، هتتقطع من الفتحة من هنا وتتقطع من الفتحة من هنا وتقفل من هنا وتقفل من هنا، أهو بقت الأنبوبة النيورال تيوب بالكامل مدفونة تحت الإكتوديرم، نيورال تيوب مقفولة تماما، والفتحة اللي كانت على السطح اللي اسمها أنتيريور نيورو بور وبوستيريور نيورو بور هيقفله، وطبعا يبقى دوت اللون الاخضر دوت هيتحول بعد كده يرجع تاني سيرفس اكتوديرم. طيب دي معلومه مهمه بقى، الانتيريور نيورو بور بيقفل في اليوم الكام؟ في اليوم ال 25، والبوستيريور نيورو بور بيقفل في اليوم الكام؟ في اليوم ال 27. تمام؟ قبل ما انقل على السلايد اللي بعديها، في مشكله في تخيل الصوره دي؟ ان انا كان عندي نيورال تيوب فضلت مفتوحه من قدام ومن ورا بانتيريور وبوستيريور نيورو بور وبعد كده اندفنت وانفصلت عن السطح واتقفلت الفتحتين، في حد مش فاهم النقطه دي؟ واضح واضح. طيب تمام، نجيب بقى السلايد اللي بعديها، نفس الصوره اللي انا شرحتها لكم، مش احنا اتفقنا بعد النيورال تيوب دي ما تتدفن تحت الاكتوديرم، الاكتوديرم ده في المستقبل هيعمل لي السكن ابيديرمس اوف ذا سكن بعد ما يحصل الفولدنج، بعد ما الجنين يتني على نفسه وياخد ايه الشكل اللي هو شبه النهائي. طب هنا في الصورة دي حصل فولدنج، بص كده اللون الوردي اللي فوق دوت هو بقى السكن، يعني هو ده اللي كان السيرفس اكتوديرم اللي لونه أزرق هنا، والأنبوبة اللي مستخبية تحت الاكتوديرم ديت مدفونة في قلب الجنين، هي دي الأنبوبة اللي متلونة هنا بلونين أزرق ووردي اللونين دول. يبقى الأنبوبة دي يا شباب هي اللي كانت هنا واخدة الشكل المبدئي نيورال تيوب، هنا برضو ما زالت نيورال تيوب بس ابتدت تبتدي وتاخد شكل إيه؟ تاخد شكل اقرب من الايه اللي انا عايزه في الفتره الجايه. طب النيورال تيوب هنا انا ملونها بلونين ليه؟ متلونها بلونين ليه ازرق ووردي؟ عشان يقول لك ان الجزء الازرق بتاع النيورال تيوب ده هو اللي هيعمل لي مين؟ هو اللي هيعمل لي البرين باجزائه زائد الكابيتز اللي جواها اللي هي الفنتريكلز. بينما الجزء دوت من النيورال تيوب اللي فاضل رفيع باللون الاحمر ده هو اللي هيعمل لي السباينال كورد بالكافيتي بتاعه اللي هو السنترال كانال. ما هي نيورال تيوب يعني مجوفه من جوه، يبقى التجويف اللي جوه التيوب دوت هنا اهوت هو اللي هيعمل لي الايه سنترال كانال في السباينال كورد او الفنتريكلز في البرين واجزاء. تمام؟ واصله دي قبل ما انقل على اللي بعديها؟ واصله. بصوا بقى يا شباب العنوان اللي هنتكلم فيه دلوقتي حاجه اسمها هيستوجينيسيس اوف نيورال تيوب. يعني ايه هيستوجينيسيس اوف نيورال تيوب؟ يعني النيورال تيوب اللي انت شفتوها في الصوره اللي فاتت دي لو قطعت فيها مقطع، يعني لو قطعت فيها مقطع مثلا في المنطقه دي او في المنطقه دي، في المنطقه اللي هتعمل البرين او في المنطقه اللي هتعمل السباينال كورد، ورحت جاي باصص على المقطع ده من فوق كده شفت الدايره المفتوحه بتاعت النيورال تيوب سواء هنا او هنا في المستوى ده، هلاقي شكلها عامل ازاي؟
قال لي والله هتعدي بمرحلتين النيورال تيوب، دي المرحلة الأولى ودي المرحلة الثانية. في البداية النيورال تيوب هتبقى مكونة من سنجل لير اوف كولامنر ابيثيليوم، كولامنر نيورو ابيثيليوم، اهي سنجل لير اوف كولامنر سيلز نيورو ابيثيليوم، تمام؟ طيب خد بالك ان السنجل لير دي بيبقى فيه غشاء بيبطنها من جوه اللي هو الغشاء ده، وفي غشاء من بره اللي هو ده، فاسمي الغشاء اللي جوه ده internal limiting membrane، واسمي الغشاء اللي بره دوت external limiting membrane، وفي كافيتي في النص، يعني في تبويه نص، تمام؟ ادي شكل التيوب في الاول. مع الديفلوبمنت اكتر يبتدي السنجل لاير دي تديني 3 لايرز، يعني ادي الكولامنر سيلز هتبقى جوه زي ما هي، وبعد كده هتديني thick layer of cells اللي باينه قدامكم دي، وبعد كده هيبقى فيه layer ثالثه موجوده من بره. طب الثري layers دول اسمهم ايه؟ الطبقه اللي جوه ديت اللي هي كولامنر دي هيبقى اسمها ابندايمال layer، ابندايمال layer. الطبقه دي اسمها مانتل layer، والطبقه اللي بره على المارجن دي يبقى اسمها مارجنال layer. خد بالك الشكل ده هيبقى باين في المقطع، سواء خدت مقطع في السباينال كورد او سواء خدت مقطع في البرين. احنا دلوقتي بنتكلم عن السباينال كورد، فخلينا نركز ان المقطع في المنطقه دي. لما يبقى عندي 3 لايرز كده هو، تفتكروا الابندايمال لاير دي هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي اللايننج اوف سنترال كانال اوف سباينال كورد، والكافيتي اللي في النص ده هيعمل لي السنترال كانال اوف سباينال كورد، والمانتل لاير دي هتديني الجراي ماتر، والمارجنال لاير دي هتديني الوايت ماتر بتاع السباينال كورد، تمام؟ في مشكله لغايه دلوقتي؟ واضح. ادي يا جماعه اهوت، انا دلوقتي بقى بتكلم ايه، مركز على المنطقه بتاعت النيورال تيوب اللي باللون الاحمر دي السباينال كورد، ودي الصوره اللي انا قلتها لكم من شويه اللي هي السنجل لاير اللي بقت ثلاثه لايرز. بص لي بقى هناوت على الثلاثه لايرز، وشوف بقى الديفلوبمنت هيخلي الثلاثه لايرز دول يتحولوا ازاي. دي الطبقه اللي جوه، دي الطبقه اللي جوه اللي احنا كنا بنسميها هنا الايه، ابندايمال لاير، وادي الكافيتي اللي في النص اللي هو هيعمل لي هنا السنترال كانال بتاعت السباينال كورد، وادي المانتل لاير اللي هي الطبقه السميكه ديت اللي هتعمل لي هنا اهوت الجزء ده اللون الازرق والاحمر اللي هو الجراي ماتر، وادي الطبقه اللي بره الرفيعه ديت اللي كان اسمها مارجنال لاير هي اللي هتديني الحواف البيضه دي اللي هي مين، الوايت ماتر اوف ذا سباينال كورد. يبتدي بقى يحصل ايه دلوقتي؟ المارجن المانتل لاير، المانتل لاير اللي في النص السميكه دي هتبتدي تتشكل، بدل ما هي كده اهوت واخده لون واحد، ابتدي في الصوره دي مع الديفلوبمنت اديها لونين، الجزء اللي ورا الونه باللون الازرق، والجزء اللي قدام الونه باللون الاحمر. اسمي الخلايا اللي في الجزء اللي ورا باللون الازرق دي ايلر بليت، ايلر بليت، واسمي الخلايا اللي باللون الاحمر اللي قدام ديت بيزل بليت، بيزل بليت. يبقى كان المانتل لاير اتقسمت لبيزل بليت وايلر بليت، وما بين الايلر بليت والبيزل بليت الخط الفاصل ما بينهم ده هسميه سالكس ليميتنس، سالكس ليميتنس، تمام؟ طيب تفتكروا بقى البيزل بليت دوت، يعني لما اعمل بقى ديفلوبمنت زياده واخش في الشكل ده اللي هو بقى السباينال كورد اهو، البيزل بليت ده هيديني ايه؟ هيديني اني هورن؟ انتيريور هورن. انتيريور هورن بس ولا في هورن تاني ممكن يطلع من اللون الاحمر ده من البيزل بليت؟ لا في هورن تاني، لاترال هورن اللي هو موجود في المناطق الاوتونوميك، تمام؟ اللي هو اللاترال هورن. يبقى كان البيزل بليت دوت هيديني ايه؟ هيديني انتيريور اند لاترال هورن. طب الايلر بليت دوت هيديني اني هورن؟ هيديني البوستيريور هورن. يبقى أكن البيزل بليد ده هيبقى موتور، بينما الإيلر بليد ده هيبقى إيه؟ هيبقى سنسوري، تمام؟ الخلايا دي بعد ما بتتكون بيبتدي يطلع منها أكزونز،
الاكزونز ديت تبتدي تطلع لبره، فالاكزونز تعدي هنا على المارجنال لاير فتكون لي الايه، تكون لي الوايت ماتر، يتكون الوايت ماتر ويبتدي بقى يتشكل سباينال كورد لغايه ما يوصل لشكله النهائي اللي احنا متعودين عليه. تمام، ادي كده اهوت الايه الهيستوجينيسيس اوف نيورال تيوب وازاي بيتشكل الهورنز بتاعه السباينال كورد. طيب ها دلوقتي يا شباب خلاص انا كونت السباينال كورد. في بقى الايه السلايد دي فيها معلومات تهمني شويه، ايه هو البوزيشن بتاع السباينال كورد، ايه هو الاكستنت بتاع السباينال كورد. طيب بصوا بقى at third month يعني في third month intrauterine بيكون السباينال كورد واصل للليفل كوكسيجيال، يعني ده الفيرتبرال كولم وادي السباينال كورد، السباينال كورد واصل لغايه نهايه الفيرتبرال كولم. تمام، طيب at birth وقت الولاده السباينال كورد بيبقى موجود عند مستوى L3، عند مستوى الفيرتبرا L3. ليه؟ عشان الديفلوبمنت بتاع البونز، الديفلوبمنت بتاع الفيرتبرال كولم بيبقى اسرع من الديفلوبمنت اوف سباينال كورد، فيبتدي السباينال كورد يترفع فوق، يعني بعد ما كان كوكسوجيال يوصل عند مستوى كام؟ L3. وبعد كده ان ادلت زي ما احنا عارفين السباينال كورد بيبقى موجود عند اللور بوردر اوف L1. نتيجه للجروث السريع بتاع الفيرتبرال كولم دوت، طبعا كل سباينال نيرف بيخرج قصاد الفيرتبرا بتاعته، فلما الفيرتبرال كولم يطول اسرع من السباينال كورد قصاد كل فيرتبرا هيسحب السباينال نيرف بتاعه، فنتيجه للسحبه دي مين اللي هيتكون عندي؟ هيتكون التركيبه اللي انتوا عارفينها اللي هي مجموعه الاعصاب اللي تحت اللي اسمها كودا اكواينا والفايلم تيرمينال اللي هو الفايلم اللي موجود في النص ما بين النيرفات بتاعت الكودا اكواينا. يبقى لو سالتك السباينال كورد في الشهر الثالث بيبقى فين؟ بتاعه كوكسوجيال. عند الولاده بيبقى عند مستوى L3، في الادلت بيوصل لمستوى L1 نتيجه لان الديفلوبمنت بتاع الفيرتبرال كولم اسرع من السباينال كورد، بيتكون عندي ايه؟ بيتكون الكودا اكواينا والفايلم تيرمينال. تمام؟ ادي كده اهوت الايه الديفلوبمنت اوف سباينال كورد. نيجي بقى للكونجينيتال مالفورميشنز اوف سباينال كورد، ايه المشاكل الكونجينيتال مالفورميشنز اللي ممكن تحصل في السباينال كورد اثناء الديفلوبمنت. فقال لك في تو بروبلمز اساسيين، حاجه اسمها راكس كيسز وحاجه اسمها سباينا بيفيدا. في حاجه اسمها راكس كيسز وحاجه اسمها سباينا بيفيدا. طب ايه الراكس كيسز ده؟ فين هنا في الصور؟ هو ده الراكس كيسز ده، عشان تبقوا متخيلين معايا، ده انا باصص على الجنين دوت من ورا من ظهره، وادي الميد لاين، والمفروض اللي باين قدامكم مكشوف ده هو السباينال كورد. السباينال كورد فاتح على بره، يعني مكشوف على بره، ولو طلعت كده من فوق هنا هوت هتلاقي برضو البرين فاتح على بره، والحالة دي اللي هي راكس كيسز بيبقى معاها حاجة اسمها انينكيفالي. انينكيفالي يعني ايه؟ يعني عظم الجمجمة نفسه مش موجود، البرين مكشوف لبره على طول. طيب ايه بقى المشكلة اللي بتسبب راكس كيسز؟ ليه بيحصل راكس كيسز؟ نقرا هنا الكلام بيقول لك ايه؟ نيورال جروف فيلز تو كلوز اند از اكسبوزد تو ذا سيرفيس. مفهوم الجملة دي ولا مش واصلة لكم؟ يعني الراكس كيسز بيحصل ليه؟ ما احنا قلنا ان السباينال كورد بالبرين بيتكونوا من الانبوبه اللي اسمها النيورال تيوب، صح ولا لا؟ وقلنا النيورال تيوب ديت بتندفن تحت السيرفيس اكتوديرم، بتنزل لتحت لغايه ما تتقفل، وقلنا ان النيورال تيوب دي قبل ما تتقفل كان اسمها نيورال جروف. طب تخيلوا بقى معايا لو النيورال جروف دوت ما كملش لتحت وما انفصلش وما قفلش، مش هيتحول لنيورال تيوب، هيفضل نيورال جروف، والمفروض ان السيرفيس اكتوديرم هو اللي عامل لي السكن اهو، ده السيرفيس اكتوديرم، يبقى اكن النيورال جروف اللي هو النيورو اكتوديرم فضل فاتح مع السكن، يبقى ما تكونش نيورال تيوب، يبقى في الحاله دي يظهر عندي الحاله اللي اسمها ايه؟ راكس كيسز. مفهومه؟ مفهومه دكتور. طيب دي الانومالي الاولانيه. طيب المشكله الثانيه اسمها ايه بقى؟ اسمها سباينا بيفيدا. يعني ايه سباينا بيفيدا؟
سباينا جايه من سباين، سباين اللي هي الايه، اللي هي الفرتبرا. انا دلوقتي بتكلم عن الفرتبرا، سباينا يعني الفرتبرا، بيفيدا يعني مشقوقه، يعني الفرتبرا مشقوقه يعني الفرتبرا بتاعت الفرتبرا الكولن ما اتكونتش بالكامل. طيب تعالوا نشوف السباينا بيفيدا دي ليها كم نوع. ليها نوعين، في حاجه اسمها سباينا بيفيدا اوكالتا، وفي حاجه اسمها سباينا بيفيدا سيستيكا. يعني ايه اوكالتا ويعني ايه سيستيكا؟ نبدا بدي الاول. سباينا بيفيدا اوكالتا بيقول لك ذا ديفكت ان ذا فيرتبرال ارش اوف وان اور تو فيرتبري وسباينال كورد از نورمال. يعني ايه؟ بص لي هنا في الصوره دي، في المقطع ده، انا واخد دلوقتي مقطع في الجسم اهو، وادي فيرتبرا بتتكون، وادي السباينال كورد اهوت محمي بيها داخل جوه، وادي السكن مغطي الفيرتبرا من ورا. فاللي بيحصل هنا ان الفيرتبرا الارش يعني الحواف بتاعه الفيرتبرا دي ودي ما قفلوش مع بعض، المفروض الحافه دي مع الحافه دي يتقابلوا هنا من ورا ويقفلوا، فيحطوا السباينال كورد بالكامل. دي الحاله اللي انا بسميها سباينا بيفيدا اوكالتا، ان ما اتقفلش الفيرتبرا الارش. جميل، يبقى ايه اللي هيحصل هنا؟ يبقى السباينال كورد ده هيبقى مكشوف على طول تحت السكن. بص عليها هنا اهي، يعني المنطقه اللي انا بشاور عليها ديت، ها لو جيت تضغط عليها هتلاقيها طريه، هتلاقي صباعك بيدوس على طول على السباينال كورد لان الفرتبرا هنا مش قافله. فدي الحاله اللي بسميها سباينا بيفيدا اوكالتا. السباينال كورد نورمال، الديفلوبمنت بتاعه اكتمل عادي وشغال. الديفكت دوت غالبا اللي هو السباينا بيفيدا اوكالتا بيبقى كفرد باي تاف اوف هير. يعني لو بصيت هنا اهوت هتلاقي المنطقه اللي هي تحتها سباينال كورد من غير فرتبرا دي مليانه شعر، فيها شويه شعر كده اهو، تمام؟ وغالبا بتبقى موجوده في الايه، في السكرال ريجن، يعني قرب السكرال ريجن او في اخر منطقه من دي السباينا بيفيدا اوكالتا. وطبعا لازم يتعمل عمليه عشان نقفل الفرتبرا، مش هتتساب كده، تمام؟ في مشكله كده في السباينا بيفيدا اوكالتا؟ واضحه؟ واضح. طيب النوع الثاني اسمه ايه؟ اسمه سباينا بيفيدا سيستيكا. يعني ايه سباينا بيفيدا سيستيكا؟ يعني زي الاوكالتا كده اهوت، الفرتبرا ما قفلتش بس السباينال كورد او المننجيز اللي حواليه ما فضلوش في مكانهم. امال ايه اللي حصل؟ عندي كذا احتمال بقى، نبص على الاحتمال ده. ممكن المننجيز اللي حواليه السباينال كورد بس هي اللي تتحرك من مكانها وتزق الجلد لبره. يبقى عندي هنا هوت ايه؟ يبقى من بره هلاقي تحتيه كيس، الكيس دوت مكون من ايه؟ مكون من المننجيز، عشان كده بسمي النوع ده سباينا بيفيدا سيستيكا. طب لو المننجيز بس هي اللي خرجت، بسمي النوع ده من السباينا بيفيدا سيستيكا ايه؟ بسميه مننجو سيل. مننجو سيل يعني المننجيز بس هي اللي خارجه. ده احتمال. طب بص بقى هنا، الاحتمال الثاني ان المننجيز زقت الجلد وكمان السباينال كورد خرج من مكانه وزق الجلد مع المننجيز. يبقى هتلاقي هنا اهوت الجلد بارز وفي كتله كده بارزه تحت الجلد، الكتله دي فيها مننجيز وسباينال كورد. بسمي النوع دوت من السباينا بيفيدا سيستيكا مننجو مايلو سيل. مننجو مايلو سيل. طيب النوع الثالث من السباينا بيفيدا سيستيكا اسمه ايه؟ اسمه سيرنجو مايلو سيل. ايه بقى السيرنجو مايلو سيل؟ هي مش مرسومه هنا بس سهله تخيلوها معايا. سيرنجو مايلو سيل يعني زي دي، يعني زي دي بالظبط. المننجيز بالسباينال كورد خرجوا من مكانهم بس السنترال كانال كمان بتاعت السباينال كورد في المنطقه دي حصل فيها دايليتيشن، وسعت سنترال كانال بتاعت السباينال كورد بقت واسعه في المنطقه دي، فسمي الحاله دي سيرنجو مايلو سيل. طيب تعالوا بقى نشوف صور توضح التفاصيل دي اكتر شويه. ها تعالوا كده نترجم الصور اللي معانا دي. دي الانومالي اللي سميناها من شويه ايه؟ سميناها ايه دي؟ راكس كيسس. تمام. والراكس كيسس معاها انينكيفالي. يعني ايه انينكيفالي؟ يعني السكال ما تكونتش. تمام. طيب دول الثلاث صور اللي احنا قلناهم من شويه خلاص مفهومين. طب ايه دي برضو قلناها من شويه؟ ايه الانومالي دي؟ سباينا بيفيدا اوكالتا. سيستيكا ولا اوكالتا؟
اللي هي فيها طاف اوف هير وما فيش حاجه بارزه، يعني ما فيش لا مننجيز ولا سباينال كورد خارج من مكانه، يبقى دي الاوكالتا. طب سباينا بيفيدا سيستيك، بص كده معايا ايه رايك في المنظر ده؟ ادي المننجيزه اهيت طالعه وزق الجلد، يبقى دي سباينا بيفيدا سيستيك. طب اللي طالع عندي هنا في الصوره تقريبا، يعني انا شايف كده ان دي مننجيز بس، يبقى ده النوع اللي اسمه ايه؟ من السيستيك، مننجوسيل. طب بص لي على الايه، على ده، ها اللي طالع دوت هيبقى ايه، سباينا بيفيدا سيستيك ولا اوكالتا؟ سيستيكا. طيب ده هيبقى ايه، مننجوسيل ولا مننجو مايلوسيل؟ مو واضح. مو واضح. طب اعمل ايه عشان اوضحه؟ ممكن يبقى مننجوسيل او مننجو مايلوسيل او سيرنجوسيل حتى. في اختبار بيتعمل بالتورش. تورش يعني ايه؟ مصدر للاضاءه كده اهو. بتدخل الضوء من اهوت وتشوف. لو دي مننجيس بس، يعني سيست فاضيه، هتلاقي الضوء ظهر لك من الناحيه الثانيه. لو جوه هنا في سوليد بادي، يعني سباينال كورد، الضوء اللي داخل من هنا مش هيبان من الناحيه الثانيه. لكن كمنظر كده انا ما اقدرش ان انا احدد ده مننجو سيل ولا مننجو مايلوسيل. تمام؟ ادي كده الايه، الانوماليز اللي ممكن تحصل في السباينال كورد. طيب لو تفتكروا يا شباب، انا في الاول قلت لكم في حاجه اسمها نيورال تيوب وفي حاجه اسمها نيورال كريست، فاكرين الكلام دوت؟ قلت لكم في مجموعه من الخلايا بتنفصل وتنزل تيوب كان اسمها نيورال كريست، اللي هي دي الخلايا، دي هي الخلايا بتاعت النيورال كريست. مطلوب منكم بس تعرفوا جاست انيوميريشن النيورال كريست ديريفاتيفز، بتطلع النيورال كريست دي. تعالوا كده نقرا مع بعض. اول حاجه بتطلع الخلايا اللي اسمها ميلانوسايتس، اللي هي البيجمنت سيلز بتاعت السكن، ميلانوسايتس. تاني حاجه النيورال كريست دي بتطلع الخلايا اللي اسمها كروموفين سيلز، كروموفين سيلز اللي موجوده في الادرينال مدله، في سوبرا رينال جلاند اهي. نيورال كريست تكون خلايا هي تروح للادرينال مدله اهي، اسمها ايه؟ اسمها كروموفين سيلز. طيب ثالث حاجه بتطلع لي خلايا اسمها سبونجيوبلاستس. الخلايا اللي اسمها السبونجيوبلاستس دي هتطلع لي ايه؟ هتكون لي البايا والاراكينويد. امال الديوره فين؟ ميزوديرمال. ميزوديرمال، تمام؟ يبقى السبونجيوبلاستس الخلايا اللي طالعه من نيورال كريست بتديني البايا والاراكينويد. السبونجيوبلاستس دي كمان بتديني خلايا اسمها شوان سيلز. شوان سيلز اللي هي الخلايا المسؤوله عن المايلينيشن، تمام؟ طيب نيورال كريست كمان بتديني حاجه اسمها سكيليتال اليمنتس. ايه السكيليتال اليمنتس دي؟ بتديني خلايا اسمها اودنتو بلاست في الاسنان، اودنتو بلاست. بتديني، تسمعوا عن حاجه اسمها برانكيال ارشز؟ تعرفوا البرانكيال ارشز؟ لا. خدتوا قبل كده؟ برانكيال ارشز خدتوها؟ برانكيال ارشز خدتوها ولا لسه؟ انا مش عارف انتوا لا ما خدتهاش. بصوا يا شباب البرانكيال ايه؟ يعني هديكم فكره بس سريعه كده، يعني مش بالتفصيل. في المنطقه بتاعت الهيد، يعني تخيل كده كل واحد فيكم يقوم جايب ايده اليمين وايده الشمال يحطها على راسه كده اهوت. الخمس صوابع دول ناحيه ايده ناحيه نص راسه اليمين، الخمس صوابع يغط بيهم نص راسه الشمال. بيتكون في المنطقه دي حاجه اسمها برانكيال ارشز، مكان كل صباع بيتكون حاجه اسمها برانكيال ارش. البرانكيال ارشز دي بيتكون جواها سكيليتال اليمنت. يعني ايه سكيليتال اليمنت؟ يعني بيتكون جوه كل صباع من دول كارتليج، اللي هي الكارتليجز اللي هتعمل لي الكارتليجز بتاعت الهيد والفيس والمنطقه دي. فالبرانكيال فالسكيليتال اليمنت دي اللي هي الكارتليجز اللي موجوده في الصوابع دي اللي في الهيد دي بتيجي منين؟ بتيجي من نيورال كريست. طبعا انتوا مش فاهمين حاجه، مش متخيلين الموضوع، فيعني سكيليتال اليمنت وخلاص. نيورال كريست بتاعت البرانكيال ارشز. البرانكيال ارشز ده موضوع كامل هتاخدوه بالتفصيل، انا عشان كده بسالكم انتوا الدور، يعني انتوا في السنه اللي انتوا فيها ثالثه خدتوا برانكيال ارشز ولا لسه؟ لو خدتوها هتبقى مفهومه، لو ما خدتوهاش بقى خليها قدام شويه. اه هي الفارنجيال ارشز، تمام. ايه خدتوها؟ ما اخذنا كموضوع، بس اخذنا اللي هي يعني مقدمه بسيطه. لا هتاخدوها ان شاء الله، غالبا بقى هتبقى في ممكن في الماسكولو سكيليتال ولا حاجه.
طيب ايه تاني النيورال كريست بيديها؟ النيورال كريست بتدينا باقي اجزاء النيرفس سيستم اللي كنا قلناها قبل كده اهوت. يعني احنا قلنا النيورال تيوب بتديني السنترال نيرفس سيستم اللي هو البرين والسباينال كورد، وبتديني الموتور نيرفز تمام، وبتديني البريجانجليونيك اوتونوميك نيرفز. يبقى اللي باقي كله هيجي من النيورال كريست اللي هو ايه بقى، اللي هو البوست جانجليونيك اوتونوميك نيرفز سواء سمباثاتيك او باراسمباثاتيك، اللي هو الاوتونوميك جانجليا اللي هو كل الجانجليا اللي موجوده اللي هي الجانجليا بتاعت الكرينيال نيرفز 5 و7 و9 و10 اللي هي الدورزال روت جانجليا، كل ده بيطلع من النيورال كريست تمام. هو جاست اللي مطلوب منكم في النيورال كريست هو المربع ده انيوميريشن، ايه الحاجات اللي بتطلع من النيورال كريست؟ ممكن اسالك سؤال ام سي كيو اقول لك مثلا which of the following develop from the neural crest، وتختار حاجه من دول وجايب لك ثلاث حاجات مثلا تانيين طالعين من النيورال تيوب تمام. طيب ها ندخل بعد كده اهوت كده، انا خلاص خلصت الديفلوبمنت اوف ذا سباينال كورد. اديكم بقى مقدمه بس بسيطه كده عن الديفلوبمنت بتاع البرين، ونبقى نكمل المره الجايه ان شاء الله البرين بالتفصيل باجزاء مختلفه. بصوا يا جماعه الصوره دي انتوا خدتوا واحده شبهها من شويه، قلت لكم الانبوبه دي على بعضها هي النيورال تيوب بعد ما اتنت على بعضها، والجزء الاصفر دوت هو الجزء اللي بيكون السباينال كورد اللي اتكلمنا عليه. يبقى الجزء اللي فاضل ده كله اللي هو واخد ثلاث الوان ده اخضر واحمر وبرتقاني هو ده الجزء اللي هيديني البرين تمام. يبقى النيورال تيوب الجزء اللي هيكون البرين هيتقسم لثلاث الوان او يتقسم لثلاثه فيزيكلز، ثلاثه فيزيكلز يعني ثلاث اجزاء. الجزء الاخضر دوت اللي قدام خالص ده اللي هيعمل الفور برين اللي هيبقى فيه السيريبرال هيمسفير. يبقى الفيزيكل الاولانيه في التيورال تيوب هنا هيبقى اسمها ايه؟ فور برين. يبقى المنطقه دي اسمها فور برين. طب المنطقه الحمراء دي هيبقى اسمها ايه؟ ميد برين. طب المنطقه البرتقاني دي هيبقى اسمها ايه؟ هايند برين. مفيش مشكله لغايه دلوقتي في التسميه، يمكن الثلاث اسامي دول مألوفين. يبقى المنطقه دي اسمها فور برين وميد برين وهايند برين. عندي بقى كل منطقه من دول بتتسمى تسميه ثانيه. تسميه ثانيه دي مهمه، الفور برين ده بسميه بروزن كيفالون. بروزن كيفالون او سيفالون. الميد برين اسمه ميزن سيفالون. الهايند برين اسمه رومبن سيفالون. يبقى دوت البروزن سيفالون او الفور برين ده الميزن سيفالون او الميد برين، ده الرومبن سيفالون او الهايند برين تمام؟ اهو ادي الثلاثة كافيتيز او الثلاثة فيزيكل لو افتحهم بالطول عشان اشوف الكافيتي جواهم. يبقى دوت البروزن سيفالون وده الميزن سيفالون ودوت الرومبن سيفالون تمام؟ طيب بعد كده ايه اللي هيحصل في النيورال تيوب في المنطقة ديت؟ بدل ما انا عندي ثلاثة فيزيكلز كده اهوت اللي انا قلتهم من شوية، الثلاثة فيزيكلز هيتحولوا لخمسة فيزيكلز. هيتحولوا لخمسة فيزيكلز ازاي؟ الهايند برين او الرومبن سيفالون ده هيتقسم لتو فيزيكلز، هيكون لي تو فيزيكلز اهم. والميزن سيفالون او الميد برين هيفضل كافيتي واحد زي ما هو، والبروزن سيفالون او الفور برين هيتقسم لاثنين كافيتيز. يبقى بدل ما كان عندي 3 برايمري كافيتيز او فيزيكلز بقى عندي في المرحله دي ايه؟ 5 سكندري فيزيكلز. اسمهم ايه؟ ناخدهم كده من تحت. الرومبن سيفالون او الهايند برين هيتقسم لحاجه اسمها ميتن سيفالون وحاجه اسمها مايلين سيفالون. ميتن سيفالون مايلين سيفالون. الميد برين او الميزن سيفالون هيفضل زي ما هو مش هيتقسم، اسمه برضو ايه؟ ميزن سيفالون. البروزن سيفالون او الفور برين هيتقسم لاثنين، واحده اسمها داين سيفالون وواحده اسمها تيلين سيفالون. يبقى انا في المرحله دي عندي خمسه فيزيكلز. بصوا كده معايا بالالوان، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة ادي أربعة ادي خمسة. ديت اللي اسمها ايه؟ تيلين سيفالون. دي اسمها ايه؟ داين سيفالون. دي اسمها ايه؟ ميزن سيفالون. دي اسمها ايه؟ ميتن سيفالون. دي اسمها ايه؟ مايلين سيفالون. طب دول اللي هيدوا ايه بقى؟ بص كده معايا، التيلين سيفالون اللي فوق ده باين ان هو مقسوم نصين،
يبقى ده اللي هيديني في المستقبل السيريبرم او السيريبرال هيمسفيرز. الداين سيفالون اللي تحتيه دوت من اسمه كده دوت، انتوا خدتوا محاضره داين سيفالون لوحده، اللي هو هيدي الثالاموس بالاجزاء اللي ريليتد للثالاموس كلها، ثالاموس، هايبوثالاموس، ميتاثالاموس، ايبيثالاموس، كل الثالاموس دي، تمام؟ ده بيجي من الداين سيفالون كابيتي. الميزن سيفالون ده لوحده هيديني الميد برين بس. الميتن سيفالون هيديني البونز والسيربيلم اللي هو التجويف الاحمر ده. المايلين سيفالون هيديني المضله اوبلونجاتا، هيديني المضله اوبلونجاتا بس. في المحاضره الجايه بقى ان شاء الله هنمسك كل كابيتي من دول في سلايد، يعني مثلا تيلين سيفالون ازاي بيدي سيريبرال هيمسفير، داين سيفالون ازاي بيدي الثالاموس والريليتد استراكشر، ميزن سيفالون ازاي بيدي ميد برين، ميتن سيفالون ازاي بيدي بونس وسيربيلم، مايلين سيفالون ازاي بيدي المضله وبلونجاتا. تمام، هو ده موضوع المحاضره الجايه ان شاء الله. طيب قبل ما اقفل، حد عنده سؤال؟ شكرا دكتور. طيب تمام يا شيخ، يلا اشوفكم ان شاء الله يوم الخميس الجاي. سلام عليكم.